السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 1 من سلسلة تمارين درس اتصال الدالة العددية. إذا في هذا التمرين هذا غادي نشوفوا كيفية دراسة الدالة العددية في نقطة. السؤال يقول أدرس اتصال الدالة F في النقطة X0 تساوي 1، أي في النقطة التي أفصلها X0 يساوي 1. القاعدة كتقول بأنه F متصلة في X0 تكافئ ماذا؟ تكافئ أن الليميت F لX X0 تساوي F دي X0. إذا لكي تكون F متصلة في X0 خصني نلقى النهاية ديال F X0 كتساوي F ل X0، ولقيناها لقيناهم متخالفين فخي تكون دالة غير متصلة في X0. إذا أول حاجة نقوم بحساب النهاية ديال F في الواحد، لأن السؤال تيقول أدرس اتصال الدالة F في واحد. إذا غادي نديرو التعويض المباشر، غادي نعوضو إكس بالواحد، غتجينا واحد مربع اللي هي واحد ناقص واحد على واحد أس 4 ناقص واحد. إذا غيجينا واحد ناقص واحد اللي هي صفر على صفر، يعني شكل غير محدد. إذا هاد النهاية لا يمكن حسابها بشكل مباشر، وبالتالي غنحاول نقلب على الإختزال باش نحيدو الشكل غير محدد. إذا هنا غادي نعمل في المقام او في البسط باكس، غادي يبقى لنا اذا كعندنا اكس مربع غتبقى اكس ناقص، اذا عملنا باكس غتبقى واحد. في المقام عندنا متطابقه هامه، نذكروا بالمتطابقه الهامه ا مربع ناقص ب مربع تساوي ا ناقص ب، عامل ا اس 3 زائد ا مربع ب زائد أ ب مربع زائد ب أس 3. هاد المتطابقات الهامة خصهم يكونوا مضبوطين. ب في هاد الحالة بالنسبة لينا حنا كتساوي لنا واحد، لأن عندنا واحد أس 4، إكس أس 4 ناقص واحد أس 4، واحد أس 4 راه هي واحد. إذن غترجع إكس ناقص واحد عامل إكس أس 3 زائد إكس مربع زائد إكس زائد واحد. إذن هنا عندنا الإمكانية الاختزال بإكس ناقص واحد في البسط وفي المقام. إذن التعبير غيرجع على الشكل، إذن في البسط غادي يبقى لنا إكس، وفي المقام غادي يبقى إكس أس 3 زائد إكس مربع زائد إكس زائد واحد. إلى عوضنا بشكل مباشر غادي يبقى لنا واحد على واحد أس 3 اللي هي واحد زائد واحد أس 2 واحد زائد واحد زائد واحد، أي واحد على 4. إذن لقينا النهاية ديال الدالة F في واحد كتساوي واحد على 4، وعندنا كذلك F دو واحد كتساوي لنا واحد على 4، أي ليميت F في الواحد كتساوي F ديال واحد. شنو كيعني هذا؟ كيعني بأن F متصلة في x0 كتساوي 1.